شوطا الختام مشاهدينا الكرام القعدان المهجنات الاذاعه على صائل لاصحاب السمو الشيوخ، وكما نذكر بالتوقيت الزمني هو الافضل الشاهينيه لهجن الرياسه مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري المسيطره مع البدايه هي في التوقيت. تسع دقائق ثمانية ثواني وجزء واحد من الثانية. هكذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى مقدمة الشوط مباشرة وإلى المركز الأول، من تسيطر مع البداية ويسيطر مع المقدمة في هذا الشوط والذي خصص للقعدان مع البداية هلولة. مقدمة الشوط ياتم هاجر لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد مبروك الحميري من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. النقلة مباشرة مع المركز الثاني. السلام الوصول والقدوم من مناور وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف من يتابع هذا الانطلاق والمسار. انتقل مباشرة إلى الوصول من هاملول لهجن الرياسي يتقدم في هذه اللحظات الظافر علي بن يميل الوحيبي من يتابع الانطلاق لهاملول. النقلة مباشرة مع المركز الرابع. وصل هاملول لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق. وصل مشاهدي الكرام وتقدم طافر لسمو الشيخ محمد بن المرب المكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. هكذا المسيرة، هكذا انطلاق شوط الختام. يتقدم شاهين لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. ومن قدم لنا الشواهين في هذا المساء وهو المسيطر مع التوقيت الزمني حتى هذه اللحظات، يتقدم هاملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق. وصل هاملول ايضا لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاق هاملول. الواصل والمنطلق صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتابع انطلاقه. هكذا النتيجة، هكذا ندائنا الاول. مشاهدينا الكرام نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط هو المسيطر مع البداية. سلام في البداية هلولة مع الصدارة والمركز الأول مرسال. مرسال يا سلام يا مرسال، ولكن هناك مناور بالفعل، مناور يغير مع الصدارة. تعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يتابع الانطلاق. يا ترى هنا من سعيد الحظ من المضمرين الفطاح للكبار، هنا من يتابعون هذه الشعارات التي خصصت لأصحاب السمو الشيوخ. يا سلام يا سلام يا سلام يا أيضا مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف من يتابع انطلاق مناور. هاملول مع المركز الثاني لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع الانطلاق. يا هنا أيضا دخول ووصول. يا سلام، بدأ يصل مشاهدينا الكرام ويتقدم مهاجر. تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري يتولى عملية التضمير. هنا المسار يسير والانطلاق في هذا المسار هو المسار الأول الانطلاق. نعود إلى البداية الأولى. هنا صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري يتابع انطلاقه. وصل هاملول وشاهين من الجانب الآخر لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع هذا الانطلاق. هكذا المسيرة، هكذا الانطلاق. مشاهدينا الكرام نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، شوط الختام، شوط الوداع. مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع الصدارة يتقدم مناور. مناور يا سلام، مناور في مقدمة الشوط مع المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يتابع هذا الانطلاق. المركز الثاني ياتي مشاهدينا الكرام، هنا ينطلق ايضا هاملول لهجن الرياسه مع الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع الانطلاق لهاملول. المركز الثالث الشاهين ينطلق، شاهين لهجن الرياسه مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هاملول يصل لهجن الرياسه مع ايضا ابو لمايل الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق.
الشيخ وصل صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري. يتابع هذا الانطلاق، هكذا مسار الشوط الختام، هكذا الانطلاق، هكذا المسار لمن يترهن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع الصدارة يا سلام في مقدمة الشوط. هناك مناور وهملول أيضا ينطلق مشاهدين الكرام. مناور وهملول وشاهين، يا ترى هنا مثلث ذهبي على الصدارة، على البداية الأولى، على المقدمة والصدارة. هناك شاهين يتسلل، ينطلق لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو، شاهين على الصدارة، شاهين مع المقدمة لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بوذياب يتابع الانطلاق. مناور، مناور يا سلام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميث المحترف. هملول يتقدم لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. شوط الختام، شوط الوداع. هنا شاهين مع المستحيل، من قدم لنا الشاهينية بشوطنا الأول يقدم لنا شاهين في هذا المسار هو الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين، شاهين مع الكيلومتر الأخير هو يتزعم الجميع، ينطلق على الصدارة، يأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يتابع هذا الانطلاق والمسار الأول، المسار الأول شاهين، الانطلاق الأول شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. مع البداية في هذا المساء قدم لنا الشاهينية في شوطنا الأول ويقدم لنا شاهين في شوطنا الختام. غادر شاهين، انطلق إلى الناموس. يا سلام يا المستحيل، يا سلام يا هجن الرياسة، يا سلام يا أبو ذياب. المركز الثاني مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف. يتابع الانطلاق هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوحيدي. يا سلام يا شاهين، غادر شاهين انطلق إلى مقدمة الشوط إلى الناموس. شاهين المستحيل يتابع انطلاق شاهين، يغادر بناموس هذا الشوط بالفوز والانتصار، مهدي هجن الرياسة، مهدي هذا الانتصار. المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري لحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز. سقى الله دارك يا أبو ذياب، قدم لنا الشاهينية في شوط الأول، يقدم لنا شاهين في شوط الجعدان هو شوط الختام. تهانينا هو الناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مناور لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد هي ثالث المراكز. هملول لهجن الرياسة رابع المراكز. شاهين لهجن الرياسة خامس المراكز. متعب لهجن زعبيل. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول شاهين إلى خط النهاية قاطع المسافة في زمن وقدره. شاهين لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. وفي انتظار التوقيت الزمني أثناء وصول شاهين إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة. ها أمامكم شاهين، 9:25 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني، من أتى في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام مناور، وننتظر التوقيت الزمني 9:29 وفاء وتمام. تهانينا والناموس ثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام. وفي انتظار المركز الثالث 9:29 9 من الأجزاء. هملول لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للظافر. التهني لهجن الرياسة، تهانينا والناموس للجميع.